طبعا انا شخصيا يعني تاشرت الى ان انا احد ضحايا التايم شير، بس مش هقول اسم شركه طبعا عشان الاعلانات. ما فيش مشكله فهم. احنا يعني كنا بنتجول في يوم من الايام انا والاسره في مول العرب من 8 9 سنين يعني قبل ما اكون نائب، وقعنا في الفخ ده انا والاولاد، تاخدوا كام اسبوع وهتسافروا بره. المهم تعاقدنا بالفعل، وبعد التعاقد انتظرنا مثلا ان انا ليا اسبوع مره في مارينا، مره في شرم الشيخ، مره هنا هنا، نروح ونسافر ونروح المكاتب ولقينا الكلام ده كله. وهو بيجي كل الثلاث شهور ياخد القسط، بياخد منك قسط وبتدفع قسط ولا زال. والله تعاقدت بقد ايه يا استاذ الاصل؟ وقع حوالي ده بيتنصب على كل يوم، بيتنصب على الناطرين حوالي 100,000 ورقه. اللي عندنا سياده النائب في لجنه السياحه يتنصب عليه ده؟ لا ده الكلام ده اتفضل حقيقي يعني من 2010 او 2000 الناطرين الغلابه بيعملوا ايه؟ من 2011 2012 في الحدود ديت، في حدود 100 120 الف حاجه في الحدود ديت يعني. خدوا يوميها 50% وما زالوا بياخدوا يعني دفعت ربع سنوي، دفعت 60,000 كاش كده. كان فيزا، الفيزا يعني الاولاد انبهروا بالتسويق وقالوا بقى ده احنا يعني هنروح ولا نقعدش بقى نحجز ولا نت ولا بتاع ونلاقي الطرف بتاعنا. كل ده سراب 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 سراب. وللاسف ان هم اتضح ان هم عندهم مشاريع وعندهم فنادق بتبنى، لو تسمح لي اقول الاسم بس، ما طبعا مش هينفع اعتقد على هواء عشان ما تكونش دعايه. ونروح الشركه دي ونروح المسؤولين عنها، يفضل ما قعدنا ساعه ساعتين لما يقول والله انتوا جيتوا متاخرين، لان كان المفروض تيجوا قبل الميعاد بثلاث شهور وتحجزوا الاسبوع بتاعكم، سواء في شرم الشيخ، سواء في الساحل الشمالي، سواء في اي دوله. اي تكلفه كده. ولو رحنا بالفعل قبل الثلاث شهور يا دكتور يقول لي ايه؟ يقول لي لا ده انتوا لسه احنا ما فتحناش قدامكم كمان اسبوع او اسبوعين وتيجوا. نروح على الاسبوع اسبوعين وانتوا جيتوا متاخرين، ما قداميش الا جزء في قريه كذا او في ده انت صبور قوي يا دكتور. بس انت ده انت والله حسيت ان ده قصه نصب. ويمكن عاوز اقول لك من اول اسباب ان انا كمان اروح لجنه السياحه اتخذ الاجراء القانوني ضد الشركه ديت. طب ما خدتش كل اخر الدنيا، هم اللي ما زالوا بياخدوا وبياخدوا الصيانه. يعني انت عاوزك بتحجز الاسبوع ما رحتش بقى الاسبوع يا دكتور؟ لا رحت حوالي ثلاث اسابيع بس ما عجبنيش المكان لدرجه السنه دي. السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبليها ما رحناش. رحنا حجزنا بره تاني وحجزنا في مكان تاني خالص. يعني انت رايح لجنه السياحه يا دكتور؟ يا معلش معلش، بعد ما حقيقه التعاقد قبل معلش انت رايح، انت رايح ان نادي السياحه تخلص طارك. لا مش طاري شخصيا، انا نعالج هذه الظاهره اللي منتشرة حاليا. هل التايم شير محتاج تشريع؟ تشريع مش عاوزة كلام، وتغليظ العقوبة وتغليظ عقوبة عشان تبقى في رابع عام ورابع خاص. طيب طيب سيادة النائب اتنصب عليه زي اي مواطن غلبان، يعني لم ينجو.